أسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم أبرز العناوين. سنتابع بإذن الله ضمن نشراتنا لليلة: المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار الأممي 2054، قرار جديد يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الملف خلال السنوات الماضية. ومن بروكسل، خبراء وسياسيون يسلطون الضوء على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، السبيل الوحيد الكفيل بوضع حد لهذا الخلاف الإقليمي وضمان استقرار المنطقة ككل. ومن مرسية بالجنوب الإسباني، نتابع تواصل زيارة وفد جهة إقليمي موادرون، زيارة ترم بحث سبل الشراكة والتعاون في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي النشرة أيضا بإذن الله من جهة الداخل، واد الذهب، التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المنطقة أنعشت المجالات الرعوية بالجهة. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ريتشي سوناك بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة، وجاء في برقية جلالة الملك: يسرني بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة إثر انتخابكم زعيما لحزب المحافظين أن أبعث إلى معاليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامكم السامية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب البريطاني الصديق من مزيد التقدم والرفاهة. وبعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة أيضا إلى رئيس جمهورية التشيك السيد ميلوش زيمان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أخلص التهاني للسيد ميلوش زيمان وأصدق المتمنيات للشعب التشيكي بموصول التقدم والازدهار. أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2254 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورس لمدة عام، وذلك إلى غاية ما تم أكتوبر من سنة 2023. وأبرزت الوزارة في بلاغ لها أن تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الملف خلال السنوات الماضية. تقرير لعياد سرتي. أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة وعدم اعتراف أكثر من 84% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية. وتابعت الوزارة: اليوم يشكل القرار الجديد الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب قرارا تأكيديا لهذا التطور، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه. ويتعلق الأمر في المقام الأول، يسجل بلاغ الوزارة بتأكيد للإطار المسلسل السياسي، بحيث حيث أن مجلس الأمن اعتبر أن صيغة الموائد المستديرة هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار كلف أيضا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بتيسير المسلسل السياسي من خلال البناء على الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق، أي المائدتان المستديرتان اللتان عقدتا بجنيف في دجنبة
نوفمبر من العام 2018 ومارس 2019 تواليا. كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا تتابع الوزارة دعا القرار مجددا المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته بروح من الواقعية والتوافق بهدف تسويته. ولفت المصدر ذاته إلى أن القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب. وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق أخيرا بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي جدد المجلس الأمن التأكيد على سموها. من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد تطورات هامة على مستويين على الأقل، وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف من جهة، واحترام ولاية بعثة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار من جهة أخرى. وفي الواقع تضيف الوزارة، فإن مجلس الأمن حث مجددا الجزائر على تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض. وقد تم توجيه نفس الطلب إلى الوكالات الأممية لتتبع الممارسات الفضلى للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى ساكنة المخيمات. وأشارت الوزارة إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية. وعلاوة على ذلك، طلب القرار بشكل صريح من البوليساريو السماح باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة المينورسو من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة. وخلص البلاغ إلى أنه في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنح الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس التأكيد على ذلك تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة بغية التوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. إلى ذلك أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يكرس بشكل لا رجعة فيه سمو مصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. لنتابع. Cette nouvelle résolution réaffirme la position constante du Conseil de sécurité et à travers lui la communauté internationale selon laquelle القرار الجديد يؤكد الموقف الثابت لمجلس الأمن ومن خلاله المنتظم الدولي بشأن الصحراء المغربية أن حل هذا النزاع الجهوي المفتعل ينبغي أن يكون سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق. هذا تأكيد لموقف مجلس الأمن الدولي الذي لا يشوب أي غموض يتوافق وقناعة الأمين العام للأمم المتحدة في آخر تقرير لمجلس الأمن، والذي دعا من خلاله إلى أن حل هذا المشكل يجب أن يستند إلى قرارات مجلس الأمن. وموازاة مع ذلك، فإن القرار 2654 يخصص بطريقة لا رجعة فيها كما هي قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وببروكسل سلط خبراء في القانون والعلاقات الدولية وأكاديميون وسياسيون الضوء على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تعد بالنسبة لهم السبيل الوحيد الكفيل بوضع حد لهذا الخلاف وضمان استقرار المنطقة ككل. وخلال هذه الندوة التي نظمت حول موضوع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء رهانات وآفاق، تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بنشأة هذا النزاع المصطنع والسياق الجيوسياسي والقانون الدولي وآفاق تطبيق مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. تقرير في الموضوع لياسر العمراني. سلط خبراء في القانون والعلاقات الدولية وأكاديميون وسياسيون ببروكسل الضوء على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، حيث تم التأكيد على أن هذا المقترح هو السبيل الوحيد الكفيل بوضع حد لهذا الخلاف وضمان استقرار المنطقة ككل. هذا اللقاء يأتي في سياق إيجابي فيما يتعلق بالدعم الدبلوماسي الذي أعطته مجموعة من الدول للمقترح المغربي، بما فيها بلجيكا مؤخرا وحتى لوكسمبورغ، وهناك ألمانيا وإسبانيا إلى آخره. أنا أعتقد بأنه نحن اليوم في منعطف، والتاريخ يؤكد أحقية المغرب في صحرائه. منذ مدة طويلة اقترح المغرب مخطط الحكم الذاتي. في سنة 2021 مجلس الأمن جدد تأكيده على أن هذا المقترح هو مقترح جاد وذو مصداقية. شخصيا أرافع من أجل الوصول إلى حل يضمن السلم بهذه المنطقة من العالم، وطالما أن المغرب وضع على الطاولة مخططا جادا فكان من المهم أن تدعم بلجيكا هذا المقترح. عدد من الأساتذة الباحثين والخبراء اتفقوا خلال هذه الندوة على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي حامل للسلام، ليس فقط للمنطقة ولكن أيضا للقارتين الإفريقية والأوروبية. هذه المبادرة التي من شأنها جعل التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكثر فعالية. في مجال القانون يتماشى مخطط الحكم الذاتي مع متطلبات القانون الدولي الذي يعد الإطار المرجعي الدولي الذي يتعين تسوية النزاع من خلاله، وتحديدا داخل الأمم المتحدة. مقترح الحكم الذاتي المغربي هو كيفية براغماتية لتجاوز هذا النزاع الذي طال أمده ويحول دون تنمية المنطقة. للمخطط المغربي للحكم الذاتي طابع جاد وموثوق، وهناك دعم متزايد يحظى به المخطط. عدم تسوية هذه القضية يؤثر على استقرار المنطقة، علما أن هناك إمكانات هائلة للتعاون في العديد من المجالات بين دول المنطقة بما في ذلك الاقتصاد. ومكنت هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية أصدقاء المغرب بشراكة مع اللجنة البلجيكية لدعم الحكم الذاتي من تحديد تحليلات والبحوث حول هذا الموضوع ومعالجة قضايا تقنية تتعلق بمفهوم الحكم الذاتي وقياس رهانات وآفاق المبادرة المغربية للحكم الذاتي. في سياق ذي صلة، قال معهد التنسيق من أجل الحكامة والاقتصاد التطبيقي الإسباني أن المغرب كرس التزامه الاستراتيجي بتنمية أقاليمه الجنوبية، وجعل تعزيز الرفاه والتقدم الاقتصادي لأقاليمه الصحراوية هدفا رئيسيا يتقاطع مع مخطط التنمية في البلاد. وأشار المعهد وهو مركز مرموق للتفكير والبحث في مذكرة تقديمية لدراسة أنجزت في من قبل مجموعة العمل حول شمال إفريقيا التابعة له، إلى أنه من أجل تسريع التنمية والاندماج السوسيو-اقتصادي لأقاليمه الجنوبية أطلق المغرب سنة 2015 مشروعا طموحا بقيمة 8 مليارات دولار. وأضاف المعهد أن هدف المغرب هو تحويل هذه المنطقة إلى جسر لوجستي واقتصادي بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، مما يعطي زخما قويا للدينامية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة إنشاء المقاولات وخلق فرص الشغل وجذب الاستثمار. إلى جهة مورسيا جنوب إسبانيا، حيث تتواصل أنشطة الوفد الممثل لجهة إقليمي موادنون الذي يقوم بزيارة عمل للمنطقة بهدف بحث سبل الشراكة والتعاون في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك. أعضاء الوفد كان لهم لقاء تواصلي مع فعاليات محلية بمورسيا. المزيد في متابعة حافظ محضار وجمال القصاصي.
فاعلون محليون بجهة مورسيا جنوب إسبانيا يتقدمهم رجال أعمال وفرقاء سياسيون وفعاليات مدنية اطلعوا خلال هذا اللقاء على إمكانيات ومقدرات جهة كليمي مودرونا ومؤهلاتها الاقتصادية والسياحية وفرص عاش الشراكات والتعاون في عديد المجالات بين جهة كليمي مودرونا ونظيرتها مورسيا بالجنوب الإسباني. عرض سلط الضوء أيضا على الاستثمارات الكبرى في مجالات الطاقات البديلة المزمع توطينها بجهة كليمي مودرونا. كانت لنا فرصة لقاء مجموعة من الفاعلين المحليين والسياسيين كذلك رجال الأعمال. هذه المناسبة كانت فرصة اللي من خلالها قمنا بالتعريف بجهة كليمي مودرونا بمكوناتها الثقافية بإمكانياتها الاقتصادية. المناسبة كذلك كانت فرصة لدعوة هؤلاء الفاعلين إلى زيارة جهة كليمي مودرونا للاطلاع على إمكانياتها وكذلك لبحث سبل الشراكة. عرفناهم بالمشاريع اللي طلقها سيدنا، كانت شرحنا لهم عليها وبينا لهم في جهة وادنون كليميم في مجالات اقتصادية واجتماعية وصناعية. كجهتنا عاد تتميز إن شاء الله منها القدام بالطاقات الريحية والطاقات الشمسية. اللقاء أتاح فرصة للفاعلين الإسبان للتعرف على مسار التطور والنماء الذي تشهده جهة كليمي مودرونا في ظل تنزيل عديد الأوراش والمشاريع المهيكلة خاصة التي يتضمنها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والتجربة التي اعتمدت الجهة لاستثمار مقدراتها ومواردها الطبيعية. أنا ممتنة بهذه الزيارة لممثلي جهة كليمي مودرونا. صراحة كنا نتطلع لمعرفة الكثير عن هذه الجهة التي تحتضن مجموعة من المواقع السياحية المهمة والتي تستأثر بالاهتمام. استمعنا بإمعان لكل العروض المقدمة وكانت فرصة جيدة لاكتشاف الكثير عن هذه الجهة، حيث نتطلع إلى زيارتها والتعرف عن قرب على المزيد من أسرار جاذبية هذه المنطقة وخصوصياتها الفريدة. بالنسبة لنا احنا كجالية كان فرحوا نشوفوا الناس دي بلدنا وكان حسوا أننا موجودين وكاين حاجات أخرى، وفي نفس الوقت كانت وطد العلاقة بإسبانيا بالمغرب، وإن شاء الله هذا الشيء يمكن يكون واحد بحال واحد بودرة أنها يخلق واحد تجارة، تخلق واحد علاقات سياسية بواحد مستوى أفضل واحد الشركات. واخا حنا زدنا في المغرب وكاين شي إقليم جنوبية ما كناش كنعرفوها مزيان، والإخوان عرفونا بالإقليم الجنوبية إقليم مودرونا، وهذا أون بلافير بانا صدرس. جهة مورسيا راهنت على الإقلاع بمواردها الطبيعية والسياحية الهامة، وتضع اليوم خبراتها وما راكمته من رصيد على مستوى تطوير تجربتها الإنمائية رهن إشارة الفاعلين التنمويين بجهة كليمي مودرونا. علاقات ضاربة في أعماق التاريخ بين إسبانيا والمغرب تزيد من توطيدها هذه الزيارات المتبادلة بين وفود المملكتين سعيا لتكريس التعاون والشراكة المثالية في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك. من مورسيا حافظ محضر وجمال الخصاصي. إلى السمارة، حيث نظمت الكلية المتعددة التخصصات الدرس الافتتاحي للشعبة المعتمدة حديثا بالكلية شعبة الشريعة والقانون. الدرس قارب مواضيع المسطرة الجنائية في شقها المتعلق بالدعوة العمومية. ريبورتاج ليوسف زعواطي ومبارك الباس. الدعوة العمومية بين سقوطها وسقوط الحق في إقامتها مع وصف الحكم في المادة الجنائية وأثره موضوع الدرس الافتتاحي لطلبة السنة الأولى من مسلك الشريعة والقانون. درس علمي أنار مواطن الالتباس الناجم عن عدم تفرقة الطلبة والمحامون وهيئات الدفاع إزاء سقوط الحق في إقامة الدعوة العامة وسقوطها كإجراء لتحقيق الردع العام. اليوم لم نعطي درسا نظريا، وإنما أعطينا الدرس النظري وكيفية تطبيقه، ثم حاولنا أن نلعب على ملكة الطالب عوض الحفظ أن يتشبت بالقواعد التي تمكنه من وضع النظري موضوع التطبيق. وبالفعل اتضح بأن الطالب الصحراوي نسبة للمكان الذي نحن نتواجد فيه أنه قابل للتطور،
حيث اتضح بأنه يفهم لغة المحاضر، ثم استوعب طريقة التطبيق ديال هذه النصوص. وهو تكوين فتي، يعني شعبة جديدة للعام السنة الأولى، وبديناها بمجموعة من اللقاءات. والهدف اللي اتفقنا عليه بطبيعة الحال في رئاسة الجامعة هو تحفيز الطلبة للحضور المحاضرات والندوات، والمساهمة كذلك في ما يسمى بدفاتر المصاحبة، حيث إن شاء الله بحول الله سنقوم بتخصيص مجلة للطلبة اللي يمكن لهم يكتبوا فيها المقالات ديالهم ويوجدوا المستقبل ديالهم بجدية. إذن الهدف الاستراتيجي ديالنا هذه السنة إن شاء الله بحول الله هو بالإضافة للدروس فيما يخص شعبة الشريعة والقانون، غادي تكون أنشطة ثقافية تخص عالم القانون، وبالتالي غادي يكونوا عندنا الأساتذة أجلاء ذوي الاختصاص في هذا المجال. يجب الإشارة هنا لمسألة مهمة، أن اختيارنا للدرس افتتاحي من الجانب القانوني جاء نتيجة اعتماد شعبة الشريعة والقانون هذه السنة بالكلية، وهو أمر من شأنه أن يفتح آفاق جمة للطلبة سواء في المهن القضائية أو والقانونية. درس افتتاحي لشعبة الشريعة والقانون المعتمدة برسم الموسم الجامعي الحالي بالكلية المتعددة التخصصات بسمارة، مسلك جديد بآفاق ورهانات جمة أمام الطلبة ومنظومة التعليم العالي بالإقليم والجهة. المدرسة الكنتية قناة للتواصل بين المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء موضوع البرنامج العام للملتقى الدولي السنوي المنظم بقليمين من قبل مركز ساغوس للتوثيق. تظاهرة تستضيف هذه السنة مشاركين في عديد البلدان الأفريقية والأسيوية، حيث يجري الاحتفاء هذه الدورة بالشيخ سيد المختار الكنتي. سيد أحمد السيريم عبد الرحيم حاج. من 15 دولة من إفريقيا وآسيا حضروا مشاركين في العروض والأنشطة العلمية والثقافية التي تتضمنها دورة السنة الحالية من هذا الملتقى الدولي الذي يحتفي بالإرث والذاكرة الغنية للمدرسة الكنتية بإشعاعها الديني والروحي والعلمي والأدبي الذي بلغ صداه أقصى تخوم القارة الإفريقية وآسيا. دورة السنة الحالية تخلد ذكرى العلامة الشيخ سيدي المختار الكنتي. نفتتح الندوة الدولية الثانية من الملتقى الدولي الموسوم بالمدرسة الكنتية قناة للتواصل بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. هذه الندوة تتميز العام بحضور 15 دولة من مختلف دول العالم من القارتين الآسيوية والإفريقية بمشاركة وفود وباحثين من هذه الدول، يعني هناك قافلة برية من عدة دول إفريقية من الدول الواقعة جنوب الصحراء شاركوا عبر البر عبر معبر البقرقرات انطلاقا من موريتانيا. هذا الملتقى يأتي في إطار مشروعنا العلمي الذي نتبناه المغيب الحاضر في ثقافة الصحراء المغرب وتاريخها، والذي نقصد به المكونات الثقافية والتاريخية التي يتم تغييبها عن جهل أو عن قصد، وهي المكونات التي تبرز امتداد المغرب في الصحراء الكبرى والغرب الإفريقي وعمق تلك الصحراء وذلك الغرب الإفريقي المغربي. الجلسة الافتتاحية لفعاليات هذا الملتقى لإشعاع العلم الدولي كانت فرصة لإبراز أدوار المملكة المغربية في إشاعة قيم التسامح والمحبة والإخاء عبر ربوع القارة الإفريقية، مع تسليط الضوء على الزخم العلمي والأدبي والروحي لمجموعة من الأعلام بما فيهم الشيخ سيدي المختار الكنتي، الشخصية المحتفى بها خلال هذه الدورة من هذا الملتقى العالمي. جئت هنا لحضور هذا الملتقى المبارك للاحتفاء بشيخنا الشيخ سيد المختار الكنتي والمدرسة الكنتية ودورها في غرب إفريقيا والمغرب وفي إفريقيا جميعا، وهي مدرسة صوفية لها إشعاع صوفي وإصلاحي في العالم كله وخاصة إفريقيا والمغرب. وشيخنا الشيخ سيد المختار الكنتي له دور كبير في إصلاح ذات البين والإشعاع العلمي والتصوفي، والمملكة المغربية جزاها الله خيرا على هذا الملتقى وقد استقبلتنا أحسن استقبال. أحمل رسالة تقدير ومحبة لهذا الملتقى وتثمين للدور المغربي
دور المملكة المغربية في إحياء هذا التراث وإحياء وبناء جسور التي تربط بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. هذه الجسور التاريخية المبنية على التصوف الصحيح السني والثقافة الروحية الممتدة من المغرب عبر الصحراء إلى إفريقيا جنوب الصحراء برمتها. نشكر القائمين على هذا المؤتمر الذي يحتفي بالعلامة سيدي المختار الكونتي، وكان هذا المؤتمر مهم جدا بما أنه يربط العلاقة الموجودة العريقة بين دولة نيجيريا والدولة المغربية والطرق الصوفية الموجودة في نيجيريا وفي الدولة المغربية، كانت بينهم تواصل منذ القديم. تعرفت هذه الأسرة الكريمة أسرة كنتي، وتعرفت يعني أهمية هذه الأسرة. هذه الأسرة يعني يكون مجمع البحرين، مجمع الأنهر بين شعوب المغارب، مغرب بين موريتانيا والمالي ومغرب. وعلى هذا أحببت أن أجي إلى هنا لأشترك محبتهم. على امتداد 5 أيام تتواصل الفعاليات العلمية والثقافية والاجتماعية المتضمنة لبرنامج هذا الملتقى الدولي، حيث يلتئم المشاركون في مجموعة من الجلسات العلمية يؤطر محاورها عدد من كبار العلماء والمفكرين والمثقفين الذين حضروا لتقاسم رصيدهم وما توفر لهم من معطيات حول أدوار ومكانة المدرسة الكنتية ورموزها وأعلامها. في موضوع آخر، وخلال السنوات القليلة الماضية تأثرت المجالات الرعوية بإيجاد الداخل واد الذهب جراء قلة التساقطات المطرية، ما أثر بشكل مباشر على مستوى تنمية الثروة الحيوانية. وخلال الأسابيع الماضية عرفت المنطقة تساقطات مطرية مهمة انعكست بشكل إيجابي على مردودية هذه المراعي. في المتابعة بكار تريمي ومحمد الدس. تحتل المراعي الطبيعية مساحات شاسعة في معظم تراب جهة الداخل وادي الذهب، حيث تقدر بحوالي 12.9 مليون هكتار. وتكمن أهمية المراعي الطبيعية في مساهمتها في توفير العلف للقطعان من الإبل والماعز، ورغم سنواتها الجفاف المتتالية تعتبر هذه المراعي مصدر عيش لأعداد كبيرة من المربين الذين يعتمدون عليها كليا لتغذية ماشيتهم. التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في استرجاع نسبة كبيرة من هذه المساحات الرعوية. تراب قطعنا كانت مشدودة حتى بشكل لا يتصور. اليوم الحمد لله راهي تحمل كرم المولانا، راهي لا يتخرج، راهو غادي يشنع على مليان. راك سمعت راهي حايشة مليان أرضها، ودريع ولو تادم مولي واد السايل، وهاي مليان لهم مليانين ولا عندي عنها الأهل. والله أهمهم واد الجنة، هاي تراعي فيها مليان الحمد لله، متخلطم على الماء، واد جميعية الحمد لله، وقطع الصفار والحفر الحمد لله، وتقبو وياسم الله تبارك الله، متخلطم على نقجيل الحمد لله، وبين الزهران أردو يشاركوا كاملة الحمد لله، قالوا أنا مسحوبة وياسر الحمد لله مولانا من خير جابوا مولانا، الله يزدنا فيها نعمة ويزد المؤمنين إن شاء الله، وحضرنا وحضركم إن شاء الله. في السنوات الأخيرة تميزت الأراضي الرعوية بمستويات كبيرة من التدهور، لكن التساقطات المطرية هذه السنة خلفت بيئات عديدة ومتنوعة تعتبر كنزا ثمينا ينتج عنه تنوع حيوي كبير وقدرات هائلة على المساهمة في إنتاج أوفر من الثروة الحيوانية بجهة الداخل وادي الذهب. وضرك حمد مولانا، رحمنا مولانا برحمته الواسعة، من عندك راي بعدها جايبين أخبار ولاية درير ومسوحة البلام وفليل هي ساح للام، وفات بعد تقريبا من إلى دكمار، والله هي حمد مولانا نسحب السحب الزين يا ربي حامدينك، واتسع بها الحال ولي المؤمنين يرتاح مد كامل يا ربي حامدينك، واللي كان مطالي صغنى عن 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 المد، واللي كان مثلا عنه مروح ومكسوب ومسكن كامل حمد مولانا غنى، والحيوان دخلوا تعشير. تكمن أهمية أراضي المراعي الطبيعية فيما تنتجه من كلاء
والنباتات الطبية العطرية، كما تساهم أراضي المراعي في الحفاظ على جودة البيئة وتوفير مصدر كسب لشريحة مهمة من المجتمعات الرعوية في البوادي، التي بدورها تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي لجهة الدخل وادي الذهب في توفير الثروة الحيوانية المهمة. الاستعدادات على قدم وساق من أجل تنظيم نصف ماراثون العيون الدولي في نسخته 22 بعد توقف لسنتين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19. التفاصيل في ربورتاج محمد بتاح والمحجوب كزيز. نصف ماراثون العيون الدولي يصل لمحطته 22 وسط أجواء إيجابية واجتماعات تنسيقية، حيث تعددت المواعيد والتحضيرات لإنجاح هذا الحدث الكبير، وأبرزها الاجتماع بين السلطة المحلية واللجنة المنظمة والأجهزة الأمنية وكل الشركاء والمتداخلين، وذلك لإعطاء نقلة نوعية لهذا الحدث الكبير الذي تتميز به مدينة العيون، وإظهار مدى التقدم والنماء الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية. من هنا ستبدأ العملية الإعدادية باجتماعات قبلية تنسيقية ستوفر كل الأجواء لإنجاح هذا السباق، ويؤكد من خلاله المنظمون على أن العيون قادرة على إظهار مدى التطور في التنظيم بعد سنتين من التوقف. فريق شباب ساق الحمراء لألعاب القوى سينظم حول الله وقوته النسخة 22 لنصف ماراثون العيون الدولي، الذي سيعرف إضافات جديدة هذه السنة بعد توقف ديال سنتين بسبب جائحة كورونا. أولا هناك تغيير المطاف إلى مطاف جيد وسهل يساعد العدائين على تحقيق أرقام جيدة. هناك أيضا مشاركة وازنة للدول الإفريقية من خلال طلبتها المقيمين بمدينة العيون والدارسين مدرسة العليا للتكنولوجيا أو بكلية الطب. وهناك أيضا مسألة يعني الرعاية السامية التي حصلنا عليها من بعد توقف ديال سنتين. في هذا الصدد لا يسعني إلا أن أتقدم الشكر الجزيل للسيد والي الجهة ومن خلاله للسيد كاتب العام السيد الباشا. الشكر أيضا موصول إلى كل المجالس المنتخبة على دعمها ومواكبتها لهذا السباق، وإلى بطبيعة الحال الداعمين والمؤسسات والشركات الصديقة يعني والداعمة لهذا الماراثون من أجل إنجاحه، ويعني خلال مساعدته لا ماديا ولا معنويا. ستكون مساهمة مديرية الإقليمية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة في هذه التظاهرة الدولية من خلال حث المتعلمات المتعلمين على الانخراط بفعالية في هذه التظاهرة، كذلك وكذلك المساهمة كذلك من خلال أساتذة مادة التربية الوطنية كحكام مساهمين في نجاح هذه التظاهرة الدولية التي تنظم تحت الرعاية السامية. الحمد لله اليوم كان اجتماع مع رجال السلطة ومع المصالح المتداخلة في هذه النسخة 22. الاجتماع كان إيجابي برئاسة السيد الكاتب العام اللي أعطى أوامر دياله باسم السيد والي الجهة لجميع المصالح الاشتغال والمساهمة في إنجاح حد النسخة هذه. بالنسبة للجانب الإعلامي فالعمل هذه السنة مكثف، لأنه بعد غياب لسنتين بسبب وباء كورونا اليوم في هذه النسخة هذه إن شاء الله غادي تعود مجموعة من المؤسسات ومجموعة من القنوات الإعلامية لا الوطنية ولا الدولية اللي غادي تنقل هذا السباق هذا مباشرة، سواء عبر القنوات ديالها أو عبر منصات التواصل. طبيعة الحال اليوم كان عندنا اجتماع تنظيمي مع سيد الكاتب العام ورأس المصالح من أجل الوقوف على مجموعة من الأمور التنظيمية متعلقة بالماراثون نصف ماراثون الدولي اللي ينعقد إن شاء الله في العيون بالتزامن مع ذكرى 47 لعيد المسيرة الخضراء. اجتماعات قبلية تنسيقية الغاية إنجاح تظاهرة كبرى وإبراز التطور الذي تعرفه جورة الأقاليم الجنوبية مدينة العيون، وكذلك التنظيم الجيد بكفاءة محلية، وهي رسالة للعالم على أن العيون قادرة على إنجاح أكبر التظاهرات الدولية ومن بينها نصف ماراثون العيون الدولي. الآن إلى جديد الصحف الصادرة، يوم غد في قراءة لعياد السرتي.
نستهل قراءتنا لجديد الصحف الأسبوعية من صحيفة الأسبوع الصحفي. وكتبت أكدت مصادر مغربية لصحيفة إيفانت كات نيوز الإسرائيلية أن المغرب يستعد لاحتضان قمة النقب الثانية يناير المقبل بمدينة الداخلة، مشيرة إلى أن هذه القمة من المتوقع أن تعرف مشاركة الأردن التي تتوفر على قنصلية بمدينة العيون واحتمالية مشاركة الفلسطينيين فيها أيضا. وحسب ذات المصادر فإن لجنة مغربية تعمل حاليا على وضع مجموعة من القضايا للمناقشة في هذه القمة تتعلق بالأمن الإقليمي والغذاء والأمن المائي والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، وستناقش من طرف وزراء خارجية المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن. صحيفة لوتروسونس والصوت الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 الذي تم التصويت عليه أمس الخميس بأغلبية 13 صوتا مؤيدا وامتناع عضوين عن التصويت يكرس ويؤيد جهود المغرب من أجل التوصل إلى حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويحمل مرة أخرى مسؤولية الجزائر المدعوة إلى العودة إلى طاولة الحوار التي يعارضها النظام القائم. هذا قرار سلس يتماشى مع القرار الذي تم التصويت عليه في العام 2021، ويؤكد دينامية تعزيز خطة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لهذا النزاع المفتعل. صحيفة هيسبريس الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية قال عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي اعترف بضرورة الاتجاه نحو حل مشكلة الصحراء المغربية وفقا للحل السياسي المتسم بالواقعية والبراغماتية والاستدامة ما يتطلب أهمية التوافق بين أطراف النزاع. وأضاف هلال في الندوة الصحافية التي عقدها بمقر مجلس الأمن بعد تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية أن القرار الأممي الجديد كرس واقعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها الحل السياسي الوحيد لهذا النزاع في إطار سيادة المملكة. وذكر الدبلوماسي المغربي بأن قرار مجلس الأمن يعكس الموقف الموحد للمنتظم الدولي إزاء قضية الصحراء المغربية، حيث يترجم بشكل صريح ورسمي تأييد أزيد من 40 دولة لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وكذا مساندة 30 قنصلية بالعيون والداخلة لمغربية الصحراء. وواصل المتحدث ذاته بأن القرار الأممي أشرك الجزائر في النزاع حيث اعتبرها طرفا أساسيا في الملف، وذلك على غرار التقارير السابقة للأمين العام للأمم المتحدة التي أكدت المسؤولية المباشرة لدولة الجزائر في إطالة أمد النزاع، مؤكدا أن مجلس الأمن شدد على ضرورة عقد الموائد المستديرة بحضور الجزائر. واعتبر هلال بأن مخيمات تندوف لا تتوفر على أي إطار مدني، بل إن البوليساريو منعت كل الجمعيات المدنية بناء على نصوصها التنظيمية لأنها تعتبر نفسها الممثل الوحيد للاجئين بالمخيمات، وهو ما لم يكن موجودا حتى بالحرب الباردة مع الأنظمة الدكتاتورية. وجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت كما كان متوقعا في أروقة الأمم المتحدة على قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية لمدة عام واحد. صحيفة المشعل كتبت في عددها لهذا الأسبوع كشفت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات عن قرار التزامها بتخصيص 4 ملايين طن من الأسمدة لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا خلال سنة 2023. وأشارت المجموعة في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص أن الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات قد أعلن خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفات صفتها الرائد العالمي في المنتجات الفوسفاتية المخصصة للتغذية النباتية والحيوانية تتعهد بتخصيص أزيد من 4 ملايين طن من الأسمدة للفلاحين الأفارقة خلال سنة 2023. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم شكرا ديداد عن سن تناهز 51 سنة. الفقيد ينتمي إلى قبيلة تساءيت الدر. وانتقلت إلى عفو الله تعالى
المرحومة خناثة من ديدي والمحمد مولود والمرزوق عن سن تناهز 95 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة رقيبات لبيهات. وعلى إثر هذا المصاب الجلالة تتقدم أسرة القناة بأحر التعازي للسيد النعمة ميارة رئيس مجلس المستشارين. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم الراجي سكينة عن سن يناهز 65 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة صبويا. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل الآن إلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء عموما ستكون صحوة، ودرجات الحرارة نستهلها من مدينة الرباط 32 درجة. ستة وثلاثين درجة بسيدي إفني، 34 درجة بقليميم، 32 درجة بأس، 32 درجة بالزاك، 36 درجة طنطان، 25 درجة بالطرفاية، 35 درجة بالعيون، 37 درجة بالسمارة، 37 درجة بكراع، 30 درجة ببشدور، 35 درجة بتتزمور، 36 درجة مضريقة، 27 درجة الداخلة، 37 درجة أو سرد، و 37 درجة بالقوير. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوية الهيجان لها اجعل العمومة. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 8:04، أما الغروب فسيكون على الساعة 7:08. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 38 درجة بين وذيبو، 39 درجة نواكشوط، الزويرات 35 درجة، وتندوف 30 درجة. النشرة انتهت، وهذا تذكير لأهم ما جاء فيها. تابعنا ضمن نشرة الليلة، المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار الأممي 2654، قرار جديد يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الملف خلال السنوات الماضية. ومن بروكسل تابعنا خبراء وسياسيون يسلطون الضوء على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، السبيل الوحيد الكفيل بوضع حد لهذا الخلاف الإقليمي وضمان استقرار المنطقة ككل. ومن مرسية بالجنوب الإسباني تابعنا تواصل زيارة وفد جهة إقليمي موادرون، زيارة تروم بحث سبل الشراكة والتعاون في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي النشرة أيضا تابعنا من جهة الداخلة، وادي الذهب التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المنطقة، أنعشت المجالات الرعوية بالجهة. الطاقم من الصحفي والتقني لهذه النشرة يشكركم على حسن المتابعة، وإلى الملتقى بإذن الله.